أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من اليمن أصل الحكاية. لا تخلو أي حضارة في كوكب الأرض من المضامين المدنية التي لها علاقة بالتطور المدني والتحديث لإنسان تلك الحضارة، من حيث التوجه المدني لسياسة الدولة في تلك المرحلة، من حيث أيضا المسلك المدني للمجتمع الحضاري، رؤية المدنية في تلك المرحلة. أيضا تبرز المضامين المدنية في العديد من الملامح الحضارية، من بينها نمط الحياة المدنية للمجتمع في تلك المرحلة، التشريعات المدنية أو ما كان يعرف قديما بالأعراف، وكذا الحكم والأمثال الشعبية الشفهية التي تظل متداولة على لسان الأجيال عبر القرون. الحاجة لإعادة استنهاض البعد المدني للحضارة اليمنية التاريخية القائمة بذاتها تمثل وقاية مستقبلية من مشروعات الاستبداد باسم الكهنوت والمشاريع التي تلحق الأذى بالشخصية اليمنية الحضارية. وبحسب الكاتب أحمد السلامي، كان اليمن تاريخياً مكتفياً بموروثه كمحفز للتنظيم وللإنتاج، ومع الوقت حدث نوع من التآكل لعوامل الهوية المستقلة وبالذات تلك التي تحمل المضامين المدنية للذات اليمنية الحضارية. المضامين المدنية لم تشهد حضور في الذاكرة اليمنية، وخصوصاً في مناهج التعليم في الإعلام، لدرجة أن تجربة حضارية مدنية مهمة جداً وضخمة مثل التجربة المدنية لدولة أوسان تم إفراد مساحة ضئيلة لها في المناهج التعليمية مقارنة ببعض الخرافات التي ظلت حاضرة للأسف الشديد في ذاكرة اليمنيين. تشير المرويات التاريخية أن قيام الحضارة اليمنية كان يعتمد على أسس راقية يعود تاريخها على الأقل إلى القرن العاشر قبل الميلاد. تقترن تلك المعلومات بذكر سبأ التي ارتبطت بها معظم الرموز التاريخية في اليمن القديم، والتي هي بالفعل واسطة العقد في ذلك العصر، وأيضا وتحمل في مضامينها وفي جوهرها مضامين مدنية شكلت تاريخ دولة سبأ وحضارة سبأ التي تعتبر عمود مهم جدا من أعمدة الذات اليمنية الحضارية. كما هو أيضا موجود في العديد من الأسس والمسلمات والامتدادات الحضارية لأهل اليمن جميعا. هجرة أهل اليمن في الأمصار ارتبطت بسبأ، حيث قيل في الأمثال تفرقوا أيدي سبأ والبلدة الطيبة التي أيضا ذكرت في القرآن الكريم. وفي الأصل أرض سبأ تشكل امتداد للأرض وامتداد للإنسان وامتداد أيضا لرموز تاريخية ومعالم تاريخية، من بينها سد مارب، فقد ذكر سبأ بهذه المعالم الحضارية وذكرت عبر التاريخ بهذه المعالم الحضارية، وكان أيضا تكريم في الكتب المقدسة في القرآن سببا في نبوء ذكر سبأ وحاضرتها التي هي مارب ودولة سبأ العصر الأول التي هي أكبر وأهم تكوين سياسي في تلك المرحلة. تلك الدول التي تذكر معها تكوينات سياسية تحمل طابع مدني في تلك المرحلة كان يدور فلكها وترتبط أيضا بجوهر هذه المضامين المدنية التي شكلتها ثنائية سبأ وحمير، مثلا من بينها دولة معين، دولة قتبان، دولة حضرموت، والتي كانت تندمج في كثير من المراحل لتشكل دولة واحدة كما حصل في دولة حمير، والتي لقب ملوكها بملوك سبأ وذي ريدان الذي لقب ملوكها بملوك سبأ وحمير وذو ريدان. من الملامح المدنية في دولة سبأ كانت حاضرة وبارزة من خلال مثلا التجارة الذي ساهم موقع مارب حينها في الأمر بشكل كبير، وقد تحكم موقع مارب في وادي سبأ بطريقة التجارة، وهذا الأمر شكل إلهام معروف لتاريخ اللبان، وكان اللبان من أحب أنواع الطيوب وأغلاها في بلدان الشرق القديم وحوض البحر المتوسط. تميزت اليمن بإنتاج أجود أنواع اللبان الذي كان ينمو في الجزء الأوسط من الساحل الجنوبي وفي المهرة وأيضا وفي ظفار، وقد أدى ذلك الطلب المتزايد عليه إلى تطوير تجارة واسعة ونشطة تركزت حول تلك السلعة وامتدت إلى سلع أخرى نادرة كانت تعرف قديما بالسلع المقدسة عن طريق التجارة المذكورة. بعض المضامين الاقتصادية في الحضارة اليمنية كانت تشكل من أهم الأبعاد المدنية في تلك الحضارة، وبالذات التجارة ومواردها المالية الوفيرة التي أسهمت بقسط عظيم في صياغة الحياة العامة للناس وإزدهار مراكز الحضارة اليمنية القديمة، وخاصة في قلب تلك الحضارة أرض سبأ وعاصمة مارب. سد مارب كان من أهم الدلائل المعمارية الفنية المدنية التي شهدت أيضاً حضارة وزراعة فائقة، وتشير بعض الدراسات الأثرية الجادة التي أجريت ميدانياً على آثار السد
أن أسسها ربما تعود تاريخيا إلى ما قبل مطلع الألف قبل الميلاد، وهو يشير إلى هذا المعلم المدني الجميل جدا الذي يشكل أبرز المضامين الحضارية للحضارة اليمنية في تلك المرحلة. كما أن هنالك أخبار تتحدث عن حضارة يمنية راقية منذ مطلع الألف الأول قبل الميلاد، وقد ذكر الأمر في النقوش طبعا، النقوش التي تم ترجمتها ولا تزال حاضرة على تلك الحقبة التاريخية والحضارية المهمة. ذكرت أيضا عدد كبير من المكربيين والملوك الذين كانوا يشكلوا أبرز ملامح النظام السياسي في تلك المرحلة، والذي تولى الحكم في دولة سبأ. والفرق الدقيق بين الملك والمكرب في تلك المرحلة هو أن الملك يحكم شعبا واحدا أو قبيلة واحدة، بينما المكرب لقب للمجمع والموحد لعدة شعوب. ووجود المكاربة في تاريخ اليمن القديم يشهد بجدارة على الجهود المبكرة جدا لتوحيد أهل اليمن تحت سلطة سياسية واحدة كانت تتسم أيضا باللامركزية. وقد حاول أحد العلماء ترتيبهم زمنيا خلال الألف الأول قبل الميلاد، فبلغوا ما يقارب 50 ابتداء من القرن الثامن إلى القرن الأول قبل الميلاد. ومن هؤلاء الحكام يثع بن علي الذي تذكره الحوليات الأشورية حوالي عام 715 قبل الميلاد، مقترنا بالملك الأشوري سرجون الثاني، وهو ما يشهد على قيام علاقات دبلوماسية مع العالم الخارجي في تلك المرحلة. أما النقوش اليمنية فتذكره مقترنا ببعض المنشآت المعمارية، ومنها أنه سور مارب وضع له السور، ومنهم أيضا كرب آل وتر بن ذمر علي الذي بعث بهدية إلى الملك الأشوري في تلك المرحلة وكان اسمه سنحريب، حسب ما يذكر نقش لا يزال موجود في معبد أكينو في أشور، ويعود تاريخه إلى حوالي 685 قبل الميلاد. وترجح كثير من المرويات التاريخية أنه هو صاحب نقش صرواح الكبير الذي يذكر أن هذا الملك قد قام بعدة حملات عسكرية داخلية خلال فترة حكمه يهدف منها إلى تثبيت سلطة الدولة في تلك المرحلة ومواجهة حالة التمرد التي نشأت في أطراف الدولة. وشملت طبعا حملتها العديد من المناطق من بينها أوسان والعديد من المناطق الجنوبية حتى باب المندب، كما شملت حملاتها أيضا مناطق امتدت ما بين نجران والمعافر، وأيضا تركزت بعضها في بلاد ما يعرف الآن بالحجرية في محافظة تعز، كذلك في بعض ومدن محافظة الجوف مثل نشان ونشق. ويذكر النقش أنه كافأ الجهات التي حافظت على الولاء للدولة مثل حضرموت وقتبان في تلك المرحلة، وأنه أيضا قام بإصلاحات مدنية واسعة في منطقة مارب ومنها قصر سلحين، وصور العديد من المدن اليمنية وأضاف عليها لمسات معمارية، وأصلح عدد من وسائل الري والأراضي التابعة للدولة في تلك المرحلة. ويعد المكرب بن علي أشهر حكام سبأ في أمور البناء وفي أمور وضع الملامح المدنية، فقد عثر على نقوش مهمة جدا تؤكد أن الذاكرة المدنية والأسس المدنية للدولة اليمنية الحضارية قد وضعت في تلك المرحلة بشكل بالغ العناية وبشكل بالغ الدقة. النقوش اليوم لا تزال تمثل ذاكرة مدنية لليمنيين، وبالذات فيما يتعلق بذكر المنشآت المعمارية وخاصة المعابد التي ارتبطت باسمها، من بينها معابد شهيرة في اليمن القديم مثل معبد أوام، وهو معبد بيضاوي وكان يشكل محرم بلقيس، ومعبد أيضا صرواح، وكثير من المعابد وكثير من الأبنية التي بنيت بشكل دقيق جدا وفائق، وأثارها لا تزال حاضرة حتى هذه اللحظة. وهي تشير إلى أن هنالك لمسة من الإتقان المعماري والإبداع الهندسي. ظلت سبأ حاضرة في القرن الخامس قبل الميلاد تشكل أحد المضامين المدنية للحضارة اليمنية، خرجت عن سيطرتها طبعا مناطق واسعة، وكانت في كل مرحلة من المراحل تتوسع هذه الدولة وتشكل حضور من جديد وتشكل عملية توحيد الذات اليمنية الحضارية تحت سلطة سياسية واحدة. كان لها أيضا نفوذها السياسي والتجاري، كل واحدة أيضا من تلك الدول التي كانت نشأت على مقربة من سبأ أيضا كان لها أيضا نفوذها. لكن حضارة سبأ في أوز ازدهارها في لحظاتها المهمة جدا كانت قد رسخت بعض المضامين المدنية، وهذه المضامين المدنية امتدت تشمل معين، قتبان، حضرموت. أما دولة معين التي ظهرت في القرن الخامس قبل الميلاد في الجوف بعد أن تمكنت من وضع أسس مهمة جدا لمركز الدولة في مدينة يثل براقش، ومنحتها نوع من أنواع العصمة الدينية في تلك المرحلة، وأيضا كانت تشكل طريق اللبان التجاري بعض من روافد حضور هذه الدولة، ثم اتجه المعينيون شمالا
وأقاموا المحطات التجارية والمستوطنات المعينية على طرق القوافل التجارية مثل بعض القرى في وادي الدواسر في الطريق ما بين نجران والبحرين أي شرق الجزيرة العربية. ومثلت أيضا بعض المحطات مثل بعض المحطات التي وضعها المعينيون في وادي القرى على الطريق بين نجران وغزة. أيضا قرناو التي كانت تشكل عاصمة الدولة المعينية، انطلق أهل معين يرتادون الأسواق العالمية في فلسطين، في مصر، في اليونان. وقد عثر في مصر على قبر تاجر معيني نقش اسمه وبطريقة وبلوحة جميلة جدا، وقيل كما تقول النقوش أنه كان يتاجر بالمر وبالقرفة في مصر أيام بطليموس بحسب ما جاء في تلك النقوش، والتي أيضا كما يقول المؤرخون أنها تعود للعام 264 قبل الميلاد. كان العالم القديم يعرف المعينيين، وقد ذكرهم مؤلفو اليونان في كتبهم وسموا اللبان باسمهم، على أن تلك المصادر لا تقتصر فقط على ذكر المعينيين، وإنما تذكر معهم كل مراكز الحضارة اليمنية: السبائيين، الحضارمة، الحميريين، القتبانيين. مشاهدين الكرام، للتوسع في هذه الحلقة عن المضامين المدنية وبعض منها في الحضارة اليمنية، هنالك العديد من المصادر: موسوعة الإكليل الشهيرة لأبو الحسن الهمداني، ترجمة بعض النقوش في صفحة نقوش يمنية مترجمة، وكذلك العديد من الكتابات والبحوث التي تطرقت إلى بعض المضامين المدنية في الحضارة اليمنية. مشاهدي الكرام، نذهب وإياكم لمشاهدة بعض من ملامح الحضارة اليمنية، الملامح المدنية على وجه التحديد، مصحوبة بأغنية خالدة جداً فيها كثير من المضامين الحضارية على الشخصية اليمنية، أغنية رفرفي أيتها الشمس خلودة للفنان اليمن الخالد أيوب طارش عبسي. أودعكم على طريقة التحية في الحضارة اليمنية القديمة: بسم الرحمن بدأنا، بسم الرحمن ختمنا، والسلام على ملكوت حمير وسبا. قد بنينا سد بنيانا جديدا، وعدنا مجد أرض الجنتين. نحن أحفاد الأباة الشم حمير، نحن أقوى من يد الدهر وأكبر. قد مضينا من صروف الدهر نفأر، ورفعنا عالما من عالمين. قد بنينا سدنا في أرض مارب.